مرحبا، معكم زيد. انا ريجينال ترينر وميك اب ارتست للانكوم، واليوم عندنا الصبيه الحلوه رح نعمل لها كومبلكشن، او رح نعمل لها اليوم اللي هو فونديشن والكونتور مع تن ادول رينج. بريب اند مات برايمر شو بيعمل؟ بخفف الافرازات الدهنيه، واحد. اثنين، بخفف او بحجم المسامات بالبشرة. رح نستخدمه فقط على الاماكن اللي هي فيها افرازات دهنية. فهلا رح نستخدم تن ادول فونديشن. ميزات هذا الفونديشن انه بيعمل تغطية كتير عالية، بس بنفس الوقت مظهر طبيعي وفيه حماية من الشمس وبضل فترة كتير طويلة. طبعا هذا الكونسيلر او الكاموفلاج بيكون بيكفيك لا يغطي لك مشاكل حوالين العين. بس حابين نعمل كونتور جدا طبيعي، فاخترنا الكونتور الكريمي. راح نستخدم الكونتور بس على منطقه الخدود، شوي على منطقه الجبين. رح نستخدم اللون الغامق بس على منطقة الجبين، كمية بسيطة هيك للتحديد، على زاوية الأنف وعلى الدقن. رح نستخدم اللون الفاتح تحت الحاجب عشان نعطي إضاءة أو مسافة لمنطقة العين. هلا رح نثبت كل اللي استخدمناه باللوز باودر. رح نستخدم لون ترانسبرنت. هلا رح نستخدم الاي شادو 102 عشان نعمل له شويه اضاءه، هو بيعطي اضاءه بشكل كثير طبيعي. على منطقه الجفن المتحرك. هلا رح نكمل اللوك. زي ما حكينا نحن رح نضل بالمظهر الطبيعي، فرح نستخدم قلم الكحل. هلا رح نكمل العين، فرح نستخدم قلم الحواجب. رح نلون بس بين الشعر او الشعر الفاضي. هلا رح نحط لها شوية روج. رح نستخدم لبسلو روج دراما مات لون بينكي نيوت.